الشمس لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا سلام سلام والتحية والاحترام مع هذا الفوز والانتصار وشعار هباش ها هو يعود من جديد علي بن حمد بن مقارح المري سلام والتحية مع متعود ومتعود على الفوز والناموس تهانينا تهانينا والناموس لانتزاع للشوط المفتوح الشوط الأول الرئيسي راشد بن علي المقارح تستاهل فوز متعود بالشوط الرئيسي للثانية القاعدة تستاهل خير وعافية أبوري وشي سلالة متعود ومياس أبو عقال وأمه محلية ولد مياس أبو عقال الشيبة الله الله سلالة غنية عن التعليم صحيح نعم مش مشاركاتك بالشوط الرئيسي ما أخذ ثالث على الرمز في المؤسس معه كل جهوز والعام في رصيدها سيارتي والبكرة اللي جات ثاني اليوم في الشوط الرئيسي في رصيدها سابقها بدأ المحلي الأول شو سلالتها؟ سلالتها أبوها المتحد بعين مفرج اليوم حلالكم في المشاركة الاستعدادية يعني يبشر بالخير الحمد لله حال تأخرنا عليه في الجهوز السنة هذه وذا الحين حال متقبل ما شاركت في مهرجانات خليجية صحيح ما شاركت ما تعدت الشحانية الله الله موجودين جاهزين لمهرجان الأمير الوالد نعم ننتظر الربيع اللي حاضرة واللي علوة اللي شاركوا في الخليج نعم الله يوفقكم وبنشوف هالحلال ده إن شاء الله وش تقول جماهير الشعار إن شاء الله تشوفونها في الرموز نشوفها إن شاء الله في الرموز الله يوفقك وجعل فالك الرموز والتوفيق ان شاء الله يا ابو علي وهذا الفوز انه مسلم تهدي الوالد علي بن حمد بن مقارح الله يوفق علي بن مقارح ويستاهل التهنئه وشكرا لك يا راشد وبيض الله وجهك ومرحبا وجهك يا ابو ريف الفخر والعز تاتي بالعزايم حاجتين انت ضمن الله ضمنها سجلوها واعلنوا ناموس تايم فرحة من عشاء ما سج منها فرحة من عشاء ما سج منها